في مساء جديد وحلقة جديدة نطل عليكم مشاهدين عبر شاشة الشارقة الرياضية التي تضع المشاهد دائما في قلب الأحداث الرياضية وتدور مع عجلة الرياضة المتسارعة بالدولة. نحن هنا اليوم مشاهدين ننقل إليكم أبرز الأحداث الرياضية بطابع تشويقي وخبري جديد. نضع الخبر وننسج لكم تفاصيل بالصوت والصورة، وفي جعبتنا دائما العديد من المفاجآت. قبل أن نبدأ بالحديث عن أهم مجريات وحصيلة هذا الأسبوع، دعوني أذكركم بأننا سنكون غدا في نفس التوقيت وعبر من الإمارات بحلقة خاصة عن نهائي كأس الخليج العربي. النهائي المنتظر، سنضعكم في تفاصيل من قلب الحدث ومن الإمارة الباسمة، لكن قبل الحديث عن النهائي دعونا نطلع وإياكم على العناوين. حصيلة ذهبية متنوعة لأبناء الإمارات في بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو. كاميرا الشارقة الرياضية في استضافة أبطال كأس رئيس الدولة لكرة السلة. ذهاب نهائي دوري كرة قدم الصالات ينطلق اليوم بين الظفرة والنصر. تواجد متجدد للكرة الأرجنتينية في الإمارات في مجال التكوين الكروي للمواهب. إذن مشاهدي الكرام، تنطلق أمسية الغد نهائي كأس الخليج العربي، والذي أطلقت عليه رابطة المحترفين كأس الخمسين نسبة إلى مرور اليوبيل الذهبي على اتحاد الإمارات العربية المتحدة، أدامه الله علينا سنينا طويلة. هو نهائي سيكون مميزا بين فريقين يشهد لهما التنافس المثير على أغلب بطولات الموسم، وسيزداد النهائي جمالا بإقامته في الاستاد البيضاوي بنادي الشارقة. تفاصيل وتاريخ الحدث الكروي نتابعه بالتقرير التالي. هو نهائي ليس ككل النهائيات السابقة، والحديث هنا يتركز على قمة هذا الأسبوع، المواجهة المرتقبة في كأس الخمسين، شباب الأهلي والنصر طرفا لقاء الصراع على لقب كأس الخليج العربي. ذكريات تتجدد، التاريخ يعيد رسم نفسه بعدما كان الفريقان طرفان في نهائي النسخة الماضية وانتزع فيه العميد الأزرق لقب الموسم. على العموم، موقعة الديربي ستكون مميزة على أرضية استاد نادي الشارقة. المتعة المرتقبة ستظهر جليا بمواجهة رامون دياز ومهدي علي للمرة الأولى. كلا الطرفان لم يتعرفا على بعضهما من قبل في الدوري، بتواجد المدربين الجديدين على الفريقين، ورامون يعلم أنه سيدخل التاريخ كونه أول أرجنتيني يرفع اللقب. في اجتماع اللجنة الفنية تقرر ظهور الفرسان باللون الأحمر، بينما كما جرت العادة سيكون العميد بالزي الأزرق التاريخي. الوجبة الكروية الدسمة في هذا النهائي ستكون حاضرة من دون أشواط إضافية، والتعادل التهديفي سيذهب بالحسم إلى ركلات الترجيح. التاريخ شهد لشباب الأهلي تواجدهم في النهائي 5 مرات، بينما ظهر العميد في مناسبتين وفي كلتاهما رفع الكأس. السجلات التوثيقية أكدت لنا تفوق النصر على شباب الأهلي في المسابقة، حيث التقى الغريمين في 10 مباريات، فاز الأزرق في 5 منها، بينما سجل فرسان ديرة 4 انتصارات وحضر التعادل مرة واحدة. نهائي على مستوى عالي كما اعتدنا من مسابقات البطولات المحلية في الدولة. كلمة الحسم بالتأكيد ستكون من نصيب فريق واحد، وبانتظار تألق كبير للعملاقين في المستديرة المحلية. We'll be right back.
طبعا علي الكل ينتظر غدا النهائي الكبير بين البطلين شباب الأهلي وأيضا النصر. طبعا الفريقان يعلمان صعوبة الموقف، راموس دياز ومهدي علي طبعا بانتظار مهمة ستكون جدا كبيرة، وهاي مهمة صراحة مش سهلة على الطرفين. طبعا استاد الشارقة سيكون موعدا إن شاء الله للقمة المرتقبة. نعم أكيد إيمان، إذا بنتحدث عن المباراة بشكل سريع، خاصة أن نحن في يوم الغد ستكون هناك حلقة مخصصة للحديث بشكل أكثر وموسع عن هذه المباراة التي ستجمع العميد بفرسان فزاع. طبعا إذا تحدثنا عن شباب الأهلي سيخوض هذه المباراة وبعدها سيتجه للمشاركة الآسيوية، أكيد بلا شك يسعون شباب الأهلي لتحقيق الانتصار وتحقيق هذه البطولة، حتى أيضا على مستوى المدرب مهدي علي شخصيا يريد أن يحقق البطولة الثانية له هذا الموسم مع فريق شباب الأهلي بعد أن حقق كأس السوبر وجاء على حساب الشارقة. أيضا الكابتن مهدي علي من المدربين اللي أحدث نقلة نوعية وتطور على مستوى فريق شباب الأهلي، يلعب كرة جميلة ممتعة. أيضا رامون دياز أعاد النصر للواجهة للمنافسة بعد التذبذب النتائج اللي مر فيها مع المدرب السابق كرونسلاف. رامون دياز لديه خبرة كبيرة إيمان في المنطقة العربية وأيضا على مستوى تاريخه في حسم المباريات النهائية والبطولات، وبالتالي مباراة صعبة على الطرفين أكيد، وأيضا سنشاهد فيها بصمات كبيرة للمدربين أكيد. طبعا علي رامون سيواجه للمرة الأولى مهدي علي طبعا في كأس الخليج العربي، وبيتواجهون أيضا مرة أخرى في نهائي كأس رئيس الدولة وأيضا في دوري الخليج العربي، يعني بيتواجهون إن شاء الله غدا وأيضا في المرة القادمة إن شاء الله، يعني سيتواجهون كثيرا هذا الموسم. ومثل ما شفنا اللجنة الفنية قررت ارتداء النصر اللون الأزرق كالعادة وشباب الأهلي اللون الأحمر، وشباب الأهلي سيكون على يسار المنصة والنصر على يمينها. نعم أيضا إذا بنتحدث عن المبادرات التي قامت بها رابطة المحترفين وأيضا اتحاد الإمارات لكرة القدم في التجهيزات الخاصة بهذه المباراة بهذه القمة نهائي سيكون مرتقب للفريقين في بطولة أصبحت اليوم هي مهمة تأخذ تصبح من أهداف الأندية في هذا الموسم. الشيء المميز اللي يمكن الجميع يشيد به هو دعوة لاعب الزمالك السابق وأيضا الأهلي المصري ونجم المنتخب المصري السابق مؤمن زكريا ليكون ضيف شرف في هذه البطولة وفي هذه المباراة النهائية. مؤمن له محبة كبيرة أكيد لجميع المصريين، يمكن نسأل الله أن يشافيه ويعافيه إن شاء الله. كان نجم في الملاعب واليوم بسبب المرض ابتعد عن أرضية الملعب، لكن لا زال حبه مرتبط أيضا بالملعب وأيضا الجماهير مرتبطة حبها بهذا اللاعب، فأكيد هي مبادرة جميلة من رابطة المحترفين أكيد. وعلي ما ننسى أن شباب الأهلي والنصر التقوا قبل في كأس الخليج العربي تقريبا 10 مرات قبل، والنصر فاز 5 مرات مقابل 4 مرات لشباب الأهلي وتعادلوا مرة واحدة، فإذا كانت لقاءاتهم كانت كثيرة الصراحة، يعني يكونوا متعودين على بعض في المباريات اكيد. حتى الموسم الماضي مباراة النصر ومباراة شباب الاهلي في نهائي كاس الخليج العربي، النصر بلا شك هو كان الرابح الاكبر في الموسم الملغي، الموسم الماضي هو الفريق الوحيد اللي حقق بطولة، واكيد في هذه المباراة يسعون للمحافظة ايضا على هذه البطولة، وخاصة انها ستحمل رقم مميز وذكرى مميزة اللي هو ذكرى 50 على قيام وتأسيس دولة الإمارات. أكيد إذا إن شاء الله إلي نحن نشوف مباراة تكون مثيرة وحماسية وتنافسية، وما ننسى بيكونون هناك أيضا نجوم الفن المغنية بلقيس وأيضا فايز السعيد وأيضا علي الخوار بيكونون متواجدين إن شاء الله غدا، فنحن نتمنى أن نشوف مباراة جدا جميلة، مباراة مثل ما عودونا فيها نوع من الإثارة والندية، فنحن نتمنى التوفيق لكلا الفريقين. أكيد طبعا نتمنى لهم التوفيق.
لكن خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم الذي عقد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وبحضور الأعضاء، واعتمد مجلس إدارة الاتحاد يوم 16 من مايو المقبل موعدا للمباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021-2020، والتي ستجمع فريقي شباب الأهلي والنصر. كما تم اعتماد تشكيل لجنة الحكام برئاسة سالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة رئيسا، ومحمد عمر الشمري نائبا، والأعضاء محمد المزروعي وعبد الله كرم ويعقوب الحمادي وحمد بن حنيفة وفاطمة العامري وإبراهيم العماش مستشارا. مثل ما شفنا اعتماد تشكيل لجنة الحكام برئاسة علي الشامسي، طبعا أهم مخرجات الاجتماع كان هو اعتماد تشكيل لجنة الحكام اللي هو برئاسة سالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة، واطلع أيضا المجلس على مشاريع لجنة المنتخبات الوطنية وأيضا الشؤون الفنية. نعم أكيد، الاجتماع الدوري اللي مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم من الاجتماعات المهمة، ويمكن اعتماد موعد إقامة المباراة النهائية لكأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة أغلى البطولات للموسم الرياضي يوم 16 من مايو المقبل، أعتقد التوقيت سيكون هو ختاما للموسم الرياضي في دولة الإمارات، وبعد ذلك سنكون مستمرين ايضا مع مشاركات المنتخب الوطني في التصفيات في استكمال التصفيات المؤهله لنهائيات كاس العالم ونهائيات كاس اسيا. اكيد طبعا دائما اتحاد الامارات لكره القدم يهتمون بهاي المشاريع وهاي المخرجات الفنيه، دائما يعني يهتمون فيها ودائما يدعمون مثل هذه الاشياء. اكيد يعني يمكن اعاده تشكيل لجنه الحكام هي بإذن الله ستكون أيضا بداية لما هو جديد بالنسبة للحكام، لتطوير الحكام وأيضا الاستقرار على مستوى لجنة الحكام اللي دائما يقع عليها ضغط كبير من قبل الممارسين وأيضا الجماهير، وبالتالي نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في الفترة القادمة إن شاء الله. إذن تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجيجيتسو هذا الأسبوع بمشاركة أكثر من 2000 رياضي محترف للعبة. أبناء الإمارات وكعادتهم حققوا العديد من الميداليات الملونة ليتسيدوا مشهد البطولات. تفاصيل البطولة نوصله إليكم عبر هذا التقرير. تتزين العاصمة أبوظبي وللمرة الثانية عشرة باستضافة البطولة العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مشاركات عالمية متنوعة احتضنتها الدولة من عدة دول جاءت باحثة عن ذهب التتويج. منافسة اليوم الأول شهدت مشاركة 400 لاعب من فئة الناشئين تحت 18 سنة من حملة الحزام الأزرق. اليوم الأول تسيد فيه أبناء الإمارات منصات التتويج 34 ميدالية ملونة استحقها أبناء زايد والعلم الإماراتي في القمة. من كل أنحاء الدولة اللاعبون وصلوا للتتويج، والإطمئنان أفرحنا بتواجد قاعدة مواهب شابة في المسابقات العالمية للنخبة والمحترفين في هذه الرياضة. اللعبة التي بدأت تتطور كثيرا وأصبح من المعروف لدى الجميع أن الإمارات هي موطن الجوجيتسو عبر العالم. مخرجات البطولة تزداد في الأيام الحالية وباتت عاصمة عالمية للعبة ووجهة استثنائية ونجاح كبير في استضافة 2000 رياضي بظروف استثنائية خلال الجائحة، لكن اللجنة المنظمة وفرت كل تفاصيل الإجراءات الاحترازية مشددة على ضرورة الالتزام بها حفاظاً على أبنائنا والوفود المشاركة. الاحتكاك بالخبرات العالمية والغربية ستسلط الضوء على نقاط قوة وضعف لاعبينا قبيل المشاركة أيضاً في الأولمبياد القادمة بطوكيو. الأبطال ما زالوا يسعون للذهاب، وأبناء الإمارات يثبتون عبر كل يوم تفوقهم باللعبة.
على المستوى العالمي. طبعا علي ومشاهدينا، الحديث اكثر حول بطوله ابو ظبي لمحترفي الجيجيتسو ينضم معنا عبر الهاتف سعاده محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الامارات للجيجيتسو. نرحب فيك معنا في برنامج من الامارات. يا مرحبا الساعة، مشكورين على الاستضافه ومن الشارجه الرياضيه. طبعا سعادة محمد، هذا الحدث العالمي للمرة 12 في الدولة، شو هي أبرز أهداف البطولة لهذه النسخة؟ طبعا نحن تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد على القوات المسلحة، إقامة بطولة أبو ظبي العالمية 12. هذه البطولة في ظروف استثنائية لتثبت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها قادمة إلى التعافي. اليوم نحن نقول يعني كيف عزيمة الاتحاد الإمارات في الجيجيتسو، وكيف تعاون الناس مع الجهات في إقامة في استضافة 2000 لاعب ولاعبة من أنحاء العالم لأكثر من 80 دولة على مستوى العالم في حضورهم في هذا الحدث. طبعا هناك إجراءات وايد صارمة بخصوص الميديكال من المطار إلى الصالات، الصالة الرياضية، وأيضا إلى التمارين وال مكان أخذ الوزن، وأيضا في الفنادق هناك بعد. وكل يوم في عندنا في التعاون مع هيئة صحة وشركة صحة في أبو ظبي عن الفحوصات الدورية اليومية للاعبين PCR. فالحمد لله يعني هناك وايد حضور من هذا الجانب الدولي. نعم سعادتك، خبرنا أهدافكم من هذه البطولة من خلال مشاركة أبناء دولة الإمارات اللي حققوا إنجاز جديد يضاف لرياضة دولة الإمارات على العموم وأيضا رياضة الجوجيتسو بالخصوص. خلنا ندخل طال عمرك بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة والقيادة الرشيدة في دعمها بجميع الرياضات وخاصة رياضة الجوجيتسو. نحن اليوم نقول تقريبا حوالي 200 ألف لاعب ولاعبة يعني يمارسون رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا رقم عطى دولة الإمارات العربية المتحدة أنها أبو ظبي تكون عاصمة العالم على مستوى الجوجيتسو. هذا ما جاء من فراغ إلا بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اللي هو ولي العهد نائب القائد على القوات المسلحة، اللي هو بدأ بتطبيق هذه الرياضة أول شيء على أبناء كلهم في من المشروع المدرسي اللي بدينا فيه من 14 مدرسة فقط في إمارة أبو ظبي، واليوم نحن على جميع إمارات الدولة موجود هذا. فأي برنامج أنت نشأ كيف بدأ، وطبعا هذه الرياضة وايد مفيدة بالنسبة للنشأ للطالب، تعوده على أن يكون مثلا احترامه، اللياقة الصحية في دراسته، في احترامه للمعلمين، احترامه لوقته. فهذه الرياضة أثبتت وجودها نحن اليوم فعلا أن نحن دولة الإمارات العربية المتحدة أن عاصمة الجوجيتسو هي أبو ظبي. صحيح سعادتك، طبعا مثل ما قلت تكلمت في البداية عن الإجراءات الاحترازية اللي كانت متبعة في البطولة، لكن ما شاء الله أنتم احتضنتوا كم يعني هائل من المشاركين. كيف كان يعني مثلا التعامل مع هذه المشاركين خاصة في اللعبة؟ هذا يعني يعتبر هناك احتكاك قوي في هاي اللعبة. هاي طال عمرك بالنسبة لاتحاد الإمارات الجوجيتسو على رأس رئيس الاتحاد اللي هو أخوي سعادة عبد المنعم الهاشمي، هناك تعاون من جميع الجهات سواء من مطارات في البداية، أيضا حتى من سفاراتنا خارج الدولة، من الطيران اللي الطيران الوطني، وأيضا عندنا من هيئة صحة أو شركة صحة بعد معانا. فهذه كان تنسيق مسبق من معاهم في هذه البطولة على اساس انه كيف الاجراء، كيف يجي المطار، كيف PCR، متى يوصل الفندق، شو الاحترازات ايضا مع الفنادق
نحن بعد ايضا كان تنسيق معهم، ونحن نقول بعد ما عندنا شركاء استراتيجيين رئيسيين اللي هم داعمين هذه البطوله من في دوله الامارات العربيه المتحده. نعم سعادة محمد سالم الظهري نائب رئيس اتحاد الامارات للجيوجيتسو، شكرا لك على هذه المداخله، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والمزيد من التقدم في خدمه رياضه دوله الامارات. شكرا ويعطيكم العافيه، مشكورين من البرنامج من الامارات والشارقه الرياضيه على هذه الاستضافه ومتابعه رياضه الجيوجيتسو في دوله الامارات العربيه المتحده. الله يحفظك ودعمكم. إذا بنستكمل وياكم محاور هذه الحلقة مشاهدي الكرام، حيث أن في عيد ميلاده 38 نجح إسماعيل مطر في قيادة فريق الوحدة للتأهل إلى منافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا بعدما انتصر على فريق الزوراء العراقي بهدفين لهدف في أبوظبي. وسجل كل من عمر خريبين وخليل إبراهيم هدفي الانتصار، وبهذا الفوز ضمن العنابي تأهله للبطولة للمشاركة في منافسات البطولة القارية، حيث تبدأ منافسات المجموعة في 14 من أبريل الجاري. طبعا علي مثل ما شفنا الزوراء يحل ضيفا على العنابي في أبوظبي في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا، طبعا الفائز سيخوض تصفيات المجموعة الخامسة. نعم أكيد نبارك لأصحاب السعادة هذا الفوز وهذا الانتصار والتأهل إلى منافسات هذه البطولة ليحل في المجموعة الخامسة التي ستضم بيرسبوليس الإيراني والريان القطري وجو الهندي، هذه المجموعة التي ستلعب هناك في الهند. أعتقد إيمان مباراة كبيرة قدمها فريق الوحدة إلى جانب فريق الزوراء أيضا اللي تقدم بهذه بنتيجة المباراة، لكن أعاد الوحدة التعادل ومن ثم حسم نتيجة المباراة. أكيد طبعا نبارك للعنابي هذا الفوز بهدفين لهدف، وأيضا الجميل أن صادف فوز الوحدة مع عيد ميلاد الكبير إسماعيل مطر، طبعا شفنا احتفال خاص بكابتن الفريق بعد نهاية المباراة. نعم أكيد شفنا الاحتفالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من غرفة تبديل الملابس بالنسبة للاعبي فريق الوحدة، كان هناك الاحتفال بالكابتن إسماعيل مطر لاعب فريق الوحدة وأيضا قائد الفريق. أكيد بلا شك هذه المباراة قدم فيها إسماعيل أيضا مجهود جيد جدا مع الفريق، نتمنى التوفيق إن شاء الله للوحدة اللي طبعا سيلعب في البطولة الآسيوية وأيضا إلى جانب الشارقة وشباب الأهلي وأيضا العين إذا ما حقق الانتصار أيضا في الملحق الآسيوي. أكيد طبعا شفنا أهداف جميلة في هاي المباراة علي، شفنا هدف جميل من عمر خريبين وأيضا هدف من خليل إبراهيم، وأيضا التألق وكل التألق كان لفارس جمعة اللي قدم مباراة استثنائية. نعم بشكل عام إيمان يمكن الفريق بكل أمانة الفريق ككل قدم مستوى مميز، كانوا على روح نعم جميلة. نعم وأيضا التصفيات في هذه النسخة ستكون تصفيات جدا صعبة، تم زيادة عدد الفرق وأيضا تم سيكون هناك التأهل من 6 مجموعات من غرب بطولة آسيا، سيأخذون أول 6 أوائل من 6 مجموعات وأيضا أفضل 2 ثواني من المجموعات الست من غرب آسيا بنفس العدد أيضا من شرق آسيا حتى يتنافسوا في دور 16. المنافسة في هذا الموسم صحيح هناك في صعوبة في مسألة التأهل، أيضا هناك في صعوبة هي الفرصة الأخيرة لدورينا ولتصنيف دورينا من خلال مشاركات الفرق. الآن نحن نخوض بمقعدين مباشرين وأيضا مقعدين في الملحق، في الفترة القادمة إذا بناء على نتائج فرقنا في البطولة الآسيوية في هذه النسخة سيتحدد لربما يتقلص العدد
ويصبح عندنا عدد أقل من المقاعد المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا، وسيكون لدينا مقعد لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي اللي نحن دائما نكون طموحين للبطولة اللي هي الأفضل والأقوى دائما والأكثر إثارة. أكيد نحن طبعا دائما نطمح لتقديم الأفضل، نحن نتمنى لجميع الفرق المشاركة أنها تقدم مستوى يكون جميل ومستوى يكون فيه تنافس وفيه ندية، فنحن نتمنى لهم التوفيق. أكيد. بعد غياب استمر 11 عاما استطاع الشارقة الظفر بلقب كأس رئيس الدولة لكرة السلة بعد مباراة دراماتيكية شاهدنا فيها إثارة واسعة وتفوق في اللحظات الأخيرة لجنود الملك. المحترفون الأجانب والمواهب الوطنية في الفريق أجرينا معهم لقاء خاص في النادي لنتعرف أكثر عنهم وعن ليلة التتويج ومجريات المباراة. نترككم مع هذه اللقاءات ثم لنا عودة. احتفالية 1 2 3 4 5 ارفع الكاس البطولة السابعة الشارقة بطلا لكأس سيدي عبر صاحب السمو رئيس الدولة. طبعا مثل ما تعرف إمارة خرفكان كان شيء بالنسبة لنا احنا شيء جديد ان نروح لإمارة خرفكان في نهائي كأس رئيس الدولة. طبعا هذا انجاز يذكر لاتحاد كرة السلة ان قد ما قدروا يحاولون يقيمون المباراة هناك. طبعا دائما يكون شعور حلو ان فريقك يوصل للنهائي. طبعا يكون في تركيز، يكون في ضغط شوي من اللاعبين، بس مع صفارة البداية كل الاشياء هاي تروح ويتم التركيز من اول المباراة لاخر المباراة. طبعا هذا الانجاز جاء بعد 11 سنة. في آخر إنجاز أخذناه في 2011. طبعاً كل الأمال كانت موجودة على هالفريق والتحضيرات موجودة من بداية الموسم على 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 هدفين الدوري والكاس، والحمد لله رب العالمين أخذنا البطولة. شوفي مش لحظة واحدة، هي من بداية الشوط الرابع صار في كمباك بالنسبة لنا نحن للمباراة. طبعا كان الفرق اول ما بدينا دخلنا الشوط الرابع كان الفرق 11 لنادي الشباب الاهلي، والحمد لله في كم كرة توفقنا فيها وصلتنا للمرحلة هاي ان نحن نوصل للتعادل في اخر المباراة ونلعب الشوط الاضافي ونفوز فيها. فخور لكوني جزءا من هذا التاريخ والإنجاز. استعدنا الكأس التي غابت طويلا، أنا وعائلتي سعيدون جدا هنا وكنا سعيدين كذلك بهذا الإنجاز. مدينة خرفكان بالفعل كانت جميلة جدا، ذهبت أنا وعائلتي إلى الشاطئ وقضينا وقتا جميلا، ولكن أجمل ما في مدينة خرفكان هو فوزنا باللقب. لقد خضنا النهائي منذ 3 أو 4 سنوات أمام فريق الوصل وكنا سيئي الحظ وخسرنا بفارق كبير. على أي حال لقد وصلنا إلى نهائي الكأس وما زلنا نتذكر خسارتنا من شباب الأهلي في الدوري، وكفريق كنا بحاجة إلى حافز للعودة إلى منصات التتويج. من الصعب الحديث عما كنت أشعر به خلال المباراة، من الصعب اللعب وأنت تنظر إلى الساعة،
لكن إذا كنت ما زلت تملك الوقت فيمكنك العودة بالنتيجة دائما. لم نكن خاسرين حتى أصبحنا ندرك أن هناك آخر ربع من المباراة وعلينا الفوز به، وتوجب علينا فعل شيء ما. في آخر اللحظات كنا ندرك أن هناك مزيد من الوقت وعلينا الدفاع جيدا والفوز بالبطولة. في الحقيقة عندما سجلت الثلاثية كنت أدرك أنها ستدخل الشبكة، لكن بعدها كان علينا أن ندافع ونلعب للفوز. طبعاً نبارك للشارقة تتويجهم باللقب للمرة الأولى بعد غياب 11 سنة والتاسع عبر تاريخها. طبعاً الشارقة بطل لكرة كأس صاحب السمو رئيس الدولة. طبعاً شفنا مباراة جداً جميلة ومباراة كانت فيها إثارة وانتهت بفوز الشارقة ب 81 مقابل 79. طبعاً علي، لولا ثلاثية الأمريكي والكرسون طبعاً كان ترينا إنجاز هذا الإنجاز للموسم القادم. نعم أكيد. طبعا فريق الشارقة قدم مباراة كبيرة في هذه المباراة. أيضا لا ننسى مجهود فريق شباب الأهلي أيضا اللي قدم نفسه وبشكل كبير وكبير. المنافسة دائما مستمرة على مستوى كرة السلة ما بين الغريمين التقليديين اللي هم شباب الأهلي والشارقة. مباراة كبيرة، نشكر أول شيء في البداية الفريقين على هذا المجهود، وأيضا نبارك لفريق الشارقة تحقيق هذا الإنجاز، وحظ أوفر في المرات القادمة بالنسبة لفريق شباب الأهلي دبي. بلا شك شباب الأهلي في خزينة 12 بطولة، بينما الشارقة وصل للبطولة التاسعة بهذه الكأس. المباراة اللي أقيمت هناك في صالة نادي خرفكان في عروس الساحل الشرقي. أكيد طبعا في مشهد كان ختامي تميز في هذه المباراة اللي كان مشهد في صالة نادي خرفكان بتواجد إدارة الفريق ومجلس الشارقة الرياضي. خاصة شفنا فرحة سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي الذي عبر عن فرحته طبعا بالانتصار، وما ننسى سعادته كان لاعب كرة السلة. نعم عيسى هلال، سعادة عيسى هلال عفوا، من الشخصيات الرياضية القيادية اللي تدرج وكان لاعب سابق في نادي الشارقة وتدرج على المستويات الإدارية حتى وصل اليوم رئيسا لمجلس الشارقة الرياضي. سعادة عيسى هلال أكيد الفرحة هذه دائما تأتي بعد مجهود وتعب كبير يقوم فيه مجلس الشارقة الرياضي بدعم أندية إمارة الشارقة بكل الجوانب. إذا نحن نهنئ الشارقة للمرة الثانية ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في الموسم القادم. إذا ينطلق اليوم ذهاب نهائي دوري كرة قدم الصالات حين يستضيف الظفرة القادم من دبي فريق النصر، والذي يعتبر المرشح الأبرز للانتصار، لكن فارس الغربية يملك في جعبته الكثير من المفاجآت كما عودنا دائما. هذا اللقاء لن يكون سهلا على الطرفين، خاصة وأن الظفرة يسعى للثأر من خسارته من نفس الفريق في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الشهر الماضي. مواجهة نهائية تتكرر للمرة الثانية هذا العام، لقاء الفريقين بنهائي كأس رئيس الدولة والذي توج به العميد، أفصح لنا عن قوة فريق يدخل هذا الموسم للاستحواذ على أغلب البطولات المحلية
سلسلة مباريات دراماتيكية كانت في المربع الذهبي من البطولة. الظفر يتخطى البطائح بمباراة امتدت لضربات الترجيح لحسم المتأهل إلى النهائي بعد التعادل بمجموع لقائي الذهاب والإياب. فارس الغربية احتل المركز السادس في ختام الدوري وتأهل للبلاي أوف وتصدر مجموعته التي تواجد فيها شباب الأهلي. إذن تواجد في نهائي الدوري والكأس. ما هو سر هذا الفارس؟ الأمر كله كان بيدي المدرب الصربي ديجان ديدوفيك الذي تعاقدت معه الإدارة قبل بداية الدور الثاني، الرجل الذي غير من خطط الفريق وكون كتيبة نارية أصبحت مرعبة لجميع الفرق. عنصر النهائي الثاني العميد بطل أغلى الكؤوس، تواجده لم يأتي من فراغ أو من ضربة حظ، حيث استطاع بأهداف نجمه الأول محمد عبيد تحقيق الانتصار في ديربي نصف نهائي البطولة أمام شباب الأهلي والتأهل بمجموع اللقاءين 7-4 تحت قيادة المدرب رافائيل ليوناردو، ليستمر العميد في تسجيل البطولات، ولعله الرجل المنشود لإحراز أول لقب بالدوري للفريق عبر التاريخ. على العموم الفريقان يعلمان خطورة الآخر، ومواجهتهما كانت متعددة هذا الموسم في الكأس والدوري. ذهاب النهائي في الغربية لن يكون الأخير، فهناك ما تزال فرصة للتعويض في جولة الإياب بدبي، ولعلها ستكون أقوى مباريات الموسم الكروي. طبعا هذا سيكون النهائي الأول لدوري الصالات ذهاب القمة الأولى بين فارس الغربية والعميد. لو بنتكلم عن الفريقين، طبعا النصر لم يحقق أي لقب الدوري وعبر التاريخ، أما الظفرة يملك في رصيده طبعا لقبين تاريخيين وأيضا يطمح لإضافة الثالث. نعم أكيد، مواجهة من المواجهات اللي ننتظرها جميعا مواجهة النصر بالظفرة. طبعا نظام بطولة الدوري في هذا العام هو نظام جميل يمر على مراحل كثيرة، منها الاستفادة الكبيرة هي زيادة الإثارة، زيادة التنافسية، وأيضا زيادة عدد المباريات لجميع الفرق. النهائي لبطولة الدوري وبنظام الذهاب والإياب، يعني هذا الشيء يعطي إثارة أيضا على مستوى هذه البطولة. أكيد طبعا علي، سبق للفريقين أنهم تواجدوا في نهائي هذا العام طبعا بصراع الفوز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، واستطاع أيضا النصر التتويج باللقب. نعم أكيد، أيضا الظفرة رغم أنه احتل المركز السادس لأنه قدم أداء استثنائيا واستطاع تصدر مجموعته في هذه البطولة ووصل للمباراة النهائية. فهنا السؤال يكون علي، هل سيكون بطل الدوري كذلك النصر سيحوذ على كل ألقاب موسم الصالات أم سيكون للظفرة؟ طبعا هذه الإجابة سنتحصل عليها بعد صافرة النهاية، صافرة حكم المباراة لهذه المواجهة، ليست المواجهة الأولى مواجهة الذهاب إنما مواجهة الإياب إن شاء الله. إذن إحنا إن شاء الله نشوف مباراة خاصة جميلة، خاصة نتيجة المباراتين مرتبطات إيمان في بعض، فنحن نتمنى لهم التوفيق للفريقين، وبنعرف إن شاء الله مثل ما قلت الجواب بعد صافرة النهاية. نعم أكيد، الفريقين كلا الفريقين يمتلكان مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، سواء اللاعبين المواطنين أو حتى المقيمين والأجانب. أكيد. إذن تنطلق يوم غد الجمعة منافسات سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لهذا الموسم المقرر إقامته لمسافة 80 كيلومتر بمضمار القدرة في سياح السلم بدبي. آخر السباقات الرسمية في أجندة هذا العام بالنسبة لاتحاد الدراجات الهوائية، بينما تتنوع المشاركات في الحدث من ضمنها أندية الدراجات في الدولة، كما تم السماح لمشاركة فرق الهواة المواطنين كذلك.
طبعا كأس رئيس الدولة للدرجات لقب غالي على الجميع ويطمح له الكل بالتتويج به. نعم أكيد هذا السباق الذي سيكون في سيح السلم في دبي طبعا لمسافة 80 كيلومتر. الشيء المميز إيمان هي إضافة مسابقة لفئة الهواء المواطنين. نحن دائما نشاهد وأصبحنا نشاهد منذ فترة منذ يعني سبحان الله رب ضارة النافعة انتشار هذه الجائحة طلعت وايد مواهب وأيضا طلعت ممارسين كثر على مستوى الدراجات. الجميع أصبح الآن يمتلك دراجات. اليوم الشباب ما شاء الله عليهم مش منتمين لأندية إنما يبحثون، هم مجموعة من الشباب يتجمعون في مكان يبغون يتدربون يبغون يشاركون في البطولات، وبالتالي أيضا هذا دعم كبير أيضا من قبل الاتحاد في تخصيص فئة خاصة لهم. أكيد طبعا شفنا وايد ناس يمارسون لعبة الدراجات هذه الفترة في هذا الموسم، وأغلبهم طبعا هو مواطنين وحابينهم يتعلمون أكثر في هذه اللعبة. أكيد. إذن مشاهدي الكرام للحديث أكثر حول هذا السباق الذي سيقام في يوم الغد، يسعدنا في هذه الأثناء بالترحيب بسعادة منصور بعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات. سعادتك نرحب فيك ويانا في برنامج من الإمارات. يا مرحبتين، مشكورين على الاستضافة اليوم، حياكم الله. يا سعادتك في البداية خبرنا عن استعداداتكم لهذا السباق، سباق كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات. طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني الاعدادات مثل ما يقولون على قدم وساق لنجاح هذا الحدث، حدث الغالي على الجميع، يعني بالذات لاعبي دراجات الهوائيه في الدوله. السباق مثل ما ذكرت ان شاء الله باكر في سيح السلم مسافه 80 كيلو لفرق الانديه وفرق الهواء. عدد المشاركين ان شاء الله بيكون تقريبا 170 مشارك، مثلون 12 فريق للهواء وتسع أندية للدولة. وطبعا مثل ما ذكرت بعد إن شاء الله هذه السنة مختلفة، نحن أضفنا كأس صاحب سمو رئيس الدولة لفرق الهواء من أساس نشجع هذه الفرق الانتماء لهذه اللعبة في السنين القادمة إن شاء الله. سعادتك شو هي أهمية هذا السباق بالنسبة للدراجين الإماراتيين وربطه أيضا مع الاستعدادات الدولية القادمة؟ طبعا هذا السباق هو سباق ختام الموسم الرياضي. في كل سنه نحن نختم موسم رياضي بسباق صاحب سمو رئيس الدوله، كاس صاحب سمو رئيس الدوله، وهذا اهم سباق في الموسم الرياضي. الكل يكون مستعد لهذا السباق لينيل الشرف بالفوز بهاي الكاس الغاليه. نعم سعادتك، بما انكم انتم خصصتوا فئه جائزه خاصه بفئه المواطنين، اليوم نحن يمكن منذ انتشار الجائحه شاهدنا زياده ممارسي اللاعبين والشباب لرياضه الدراجات. اليوم اصبح هناك عدد كبير من اللاعبين المواطنين، اعتقد اليوم اكيد بيكون هناك تواجد المدربين المنتخب بالاختيار اللاعبين المميزين حتى يتم ضمهم للمنتخب. هذه فرصة كبيرة وانت تتحدث عن عدد كبير من الممارسين. طبعا مثل ما ذكرت نحن السنة هذه اللي هي 2020-2021 سنة استثنائية بالنسبة لاتحاد الامارات للدراجات في ظل وجود جائحة كورونا، ولكن الاتحاد اخذنا التحدي ورسمنا جدول سباقاتنا وانشطتنا هذه السنه من شهر 11 نهايه شهر 11 2020 لين ان شاء الله لين الغد سباق كاس صاحب سمو رئيس الدوله. طبعا احنا هذه السنه اضفنا عده سباقات يعني للهواء، سباقات مشتركه ما بين الهواء ولاعبين الانديه، ما زاد المستوى الفني للسباقات. في بعض السباقات نحن الحمد لله رب العالمين وصلنا اعداد مشاركين 170 مشارك في السباق هذا، ومعدلات سرعه كبيره صراحه، بمعدلات 46 في الساعه لمسافه خلينا نقول 100 كيلومتر، وهذا بحد ذاته هذا يرفع مستويات حتى لاعبين الانديه، لان في ظل الجائحه طبعا تم تقليص او انعدام المشاركات الخارجيه بسبب هذا الفيروس، انتشار هذا الفيروس في عده دول
مهتمة وكانت تستضيف أحداث خاصة برياضة الدراجات، من ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة. كانت عندنا استضافة بطولة آسيوية في شهر تقريبا كان شهر 3، ولكن نحن اعتذرنا هذه السنة لوجود الظروف الصحية اللي هي الجائحة، وقد طلبنا تأجيل السباق إن شاء الله للسنة الجاية إن شاء الله. ومثل ما ذكرت رب ضارة النافعة، اليوم عندنا نحن هذه الجائحة، وجود الجائحة وأعداد المشاركين أو منتمين لعبة الدراجات، شفنا أعداد كبيرة صراحة، وصلت يمكن أكثر الأعداد وصلت أكثر من اللي هم يمارسون لعبة الدراجات في الدولة بشكل عام، أكثر من 20,000 منتمي أو ممارس لعبة الدراجات. يمكن خلنا نقول بداية الجائحة تكون هني في الدولة في شهر 3، حتى مثل ما قلت حتى المحلات التجارية عندهم عندها حتى الدراجات تكون موجودة في المحل، فكل شيء كان عن طريق خلنا نقول الطلبات الخارجية يعني. صحيح. نعم. نعم سعادة منصور أبو عصيب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، شكرا لك على هذه المداخلة، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. حياكم الله، مشكورين ما قصرتم. إيمان، منافسات جميلة، وأيضا الدعم الهواء أيضا لاحظنا اهتمام كبير من قبل الاتحاد لهذه الفئة. أكيد، ومثل ما قال شفنا إقبال كبير من بعد هذه الجائحة في لعبة الدراجات. إذن بالفعل نحن نتمنى أن نشوف لاعبين أكثر عن الأيام الماضية. أكيد على مستوى رياضة المرأة، بالنسبة لك أنت في برنامجك الخاص أكيد شاهدتي مواهب كثيرة بعد هذا التوقف. أكيد طبعا شفت في لعبة الدراجات سيدات بكثرة في هذا الموسم، شفنا أغلبهم يمارسون هذه اللعبة ومبكى هواية، بالعكس يبون يدخلون سباقات. نعم، إذن كثيرا ما كانت كرة القدم اللاتينية مثالا عن التكوين الكروي المميز والجدير بالاحترام والاتباع. أسس التدريب والتكوين الأكاديمي تعتبر ميزة خاصة للمدرسة الأرجنتينية التي تتخذ من الإمارات محطة لمشاريعها المستقبلية في مجال التكوين الكروي. كثيرا ما كان للتواجد اللاتيني الأرجنتيني على الساحة الكروية الإماراتية قويا من جانب المدربين واللاعبين، كرتنا المحلية وفي أحد الجوانب المهمة من خلال التكوين الأكاديمي ستكون على موعد مع حضور أرجنتيني فريد من نوعه من خلال المعهد التكنولوجي لكرة القدم التابع للاتحاد الأرجنتيني للعبة. الفكرة أن هم يستخدموا التجربة الأرجنتينية ويطبقوها على المراحل السنية لإنتاج نجوم مثلهم. طبعاً التجربة الأرجنتينية أثبتت نجاحها، فإن شاء الله عن طريق نقل التجربة هذه التجربة للمراحل السنية نقدر نجيب لاعبين كبار يخدموا المنتخبات إن شاء الله. بداية شق الطريق نحو المراكز العليا في الرياضة الأكثر ممارسة وشهرة على مستوى العالم يبدأ من خلال الأصناف الصغرى، أين كان الموعد مع أول بطولة تحت إدارة المعهد الأكاديمي الأرجنتيني، وذلك على أرضية ملاعب كواترو بعجمان. عبارة عن زين عالم الولد الناحية المهرية وزين عالم الولد الناحية الخططية، وكمان ازاي يطبق الاثنين دول في الملعب وازاي يبقى ليه تحركات وبوزيشن. من خلال الموضوع ده بنحاول ناسس في الولد ان النواحي الخططيه والنواحي المهريه اللي ممكن تخلي الولد يتقدم او يتطور. نحن سعداء جدا بتواجدنا هنا، لدينا مشروعا رياضيا على المدى المتوسط والبعيد من أجل تقديم دعم لتطوير كرة القدم المحلية من ناحية التكوين والعمل الأكاديمي الذي يعود بشكل إيجابي من دون شك على الفرق والمنتخبات الوطنية. منافسة كانت فرصة بالنسبة للاعبين أن يبرزوا قدراتهم من خلال التنافسية والندية الكبيرة التي كانت حاضرة على أرض الملعب والاقتراب أكثر فأكثر نحو الحلم الأكبر في ممارسة كرة القدم كمحترفين ضمن أندية النخبة. أنا دخلت كلاعب مع الأول، بعدين مع يعني مع شهور لقيت أني عندي موهبة في الحراسة وبديت مع الحراسة. أحب اللاعب الأرجنتيني مثل ميسي، ماراثونا،
لا الناس اللي انا احبهم بدي العب مثل ميسي، اعديهم برجلي اليسار لاني انا بلعب كمان برجلي اليسار، وبدي اسجل كثير اجوال مثله. Because it's fun, it's really nice to play football. استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الكروية من خلال أجهزة خاصة بذلك تعتبر من أبرز النقاط التي تميز المعهد، خاصة والتعاون مع منصات التحليل والمتابعة. سريعا، شركة انستات سبورت هي شركة روسية إنجليزية متخصصة في تحليل الأداء الفني للمنتخبات والفرق درجة أولى ودرجة تانية والأكاديميات الهواية زي ما احنا شايفين. بيبقى عبارة عن اناليتيكال وستاتس بري ماتش ريبورت، إضافة إن احنا بنشتغل على سنسورز جديدة وبنشتغل على فيتنس وتراكنج داتا لتحسين من أداء اللاعب. الاتحاد الأرجنتيني نحن طبعا نتشرف بالتعاون معاهم، وإن شاء الله يكون في توأمة ويكون في إن شاء الله شراكة طيبة بيننا، بحيث إن شاء الله نفيد الرياضة الإماراتية من خلال اللي مقبلين عليه. نحن اللي ما اعلن عن حاجه، لكن ان شاء الله اليوم هاي باكوره وبنقول يعني بدايه التحضيرات لنا لغايه ما ان شاء الله يكون في الاعلان الرسمي عن الاتفاقيه اللي راح تكون ان شاء الله موجوده. طموح وعمل كبير، عناصر ترتكز عليها الاكاديميات والمعاهد الرياضيه العالميه من اجل تحضير لاعبين قادرين على تحقيق المستحيل في بلد شعاره العمل وتحقيق المراكز الاولى. إذن علي، مثل ما شفنا معهد التكوين الأكاديمي الأرجنتيني طبعا لتطوير المواهب الإماراتية، بالفعل هذا سيكون بداية شق الطريق نحو المراكز العليا. طبعا اللي شفنا آراء اللاعبين الصغار كانوا بحماس وشفناهم بمتعة، وأيضا شفنا الفرح عليهم وهم مستمتعين في هذا المعهد. نعم أكيد، تجمعات هذه لهؤلاء الأطفال للانتقاء وايضا للتكوين وللتطوير اللاعبين الصغار، الاهتمام بموهبتهم الكرويه، هذا لابد ان يكون مبني على اسس علميه صحيحه من خلال مدربين متخصصين لبدء هذا المشروع. اكيد طبعا هاي المنافسات كانت علي فرصه طبعا بالنسبه للاعبين الشباب انهم يبرزون قدراتهم من خلال التنافس وايضا من خلال النديه. نعم اكيد، هناك عمل كبير اكيد من خلال الاكاديميات للمساهمه في تطوير الكره الاماراتيه. بلا شك نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في الفتره القادمه. اذا علي ومشاهدينا ننتقل الى الصحافه، لكن بعد الفاصل. البداية من جريدة الخليج الرياضي بمقال صحفي قالت فيه: محمد بن راشد يتسلم رموز هجن العاصفة. شهد الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم مالك مؤسسة هجن زعبيل، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ زايد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم تحديات رموز سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو والشيوخ ضمن المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021، والتي أقيمت على مدار الأشواط الأربعة الأولى من الفترة المسائية، وأقيم معها 12 شوطا للسيارات. وأحكمت مؤسسة هجن الرئاسة قبضتها على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للإذاعة البكار، بعد أن واصل المضمار محمد زيتون المهيري تقديم العروض الاستثنائية من خلال قيادته التماس لقمة الشوط المفتوح، ونجحت هجن العاصمة ومضمارها غياث الهلالي في خطف الأنظار من خلال شوط البندقية للإذاعة الجعدان المفتوح بواسطة الفارس الذي تفوق على جميع المنافسين وحصل على توقيت مميز. ومن جريدة الخليج الرياضي والتي عنونت صدر صفحتها عمومية 14
تسحب الثقة من اتحاد ألعاب القوى ومجلس الإدارة يعتبرها غير قانونية. وكتبت في التفاصيل: قررت الجمعية العمومية الغير عادية لاتحاد ألعاب القوى التي عقدت الأربعاء بموافقة 14 ناديا سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي للاتحاد في تطور جديد يزيد من المعاناة التي تعيشها اللعبة من جراء الصراع الإداري داخل إدارة الاتحاد نفسها على خلفية تداعيات سابقة أثرت سلبيا على مردود ألعاب القوى الإماراتية. ونقرأ من جريدة الاتحاد الرياضي التي عنونت غلافها بعنوان: خالد بن محمد بن زايد أبو ظبي المكان الأكثر دمجا وتمكينا لأصحاب الهمم. افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي معرضا يحتفي بالإرث والأثر الواسع لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبو ظبي 2019 بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لإقامة البطولة في أبو ظبي. حضر افتتاح المعرض كل من معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي الدكتور مغير خميس الخيلي رئيس دائرة التنمية المجتمعية أبو ظبي وطلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي إضافة إلى عدد من كبار ممثلي رعاة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبو ظبي 2019 والمسؤولين من الأولمبياد الخاص الإماراتي. وننتقل إلى صحيفة الإمارات اليوم حيث نظمت أكاديمية الحبتور الدولية للتنس بالتعاون مع اتحاد التنس بطولة الحبتور المصاحبة للاعبين المحليين بمشاركة 240 لاعبا ولاعبة. نال المركز الأول في فئة البنات كل من إيفا لوكينافو ورقية كاشكوش وودية تامسي وليا موسيمان، وفي فئة الأولاد فاز تيودور زكرو وسو مرميثا وأنطونيو مكرزل وإيثان ميغيل نام. إذن علي ومشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، نلتقي إن شاء الله غدا مع مباراة القمة بين النصر وشباب الأهلي. في أمان الله.